كابتن سلعاوي الف مليون مبروك، كابتن طاهر رجب الف مليون مبروك، اكيد فرحه النهارده كبيره، مكسب جميل في توقيت محتاجه الفرقه الجماعيه في النادي الاهلي. طبعا المكسب ده يعتبر فاتحه خير ان شاء الله باذن الله للسيزون في كره السله او في لباقي الالعاب ان شاء الله باذن الله، يعني نحصد البطولات كما عودنا جمهورنا الوفي اللي احنا بنسعد لما هو بيسعد بالبطولات اللي زي ده. وزي ما ذكرت حاجه مهمه ان احنا المرتبط ده بيمثل لنا حاجه مستقبليه، نجاح مستقبلي ان انك عندك ناشئين يكاد يكونوا ما خسروش ولا ماتش يعني خلال البطوله. برضه شايف يا كابتن برضه لقطه حلوه كان يعني من شويه، كانت كابتن ايهاب امين والدته اللي ليها فضل كبير عليه. وانا خليني بس اقول لكم سر، انا كنت في مره بحضر احد مباريات المرتبط، كان الحقيقه ابني بيبقى موجود مع فريق مرتبط السنه اللي فاتت يعني، فكنت قعدت في المقصوره فلقيت يعني حد قاعد جنبي، سيده فاضله قاعده جنبي وكانت متحمسه، كانت في ملعب سبورتنج ومتحمسه جدا وبتاع، فسالتني قالت لي هو حضرتك فلان الفلاني؟ قلت لها اه. قلت لها طيب انا ما اتعرفتش على سيد؟ قالت لي انا مامة ايهاب امين. وكانت قاعده منفعله جدا وبتشجع الزهيرين كانهم كبار يعني، هي كانت حاضره مباراه المرتبط وكانت بتشجع جمهور الدرجه الثالثه. فانا سلمت عليها اه والله سلمت عليها جامد وبتاع، وشريف كمان اخوه، فقالت لي لا ده يعني ده، فاتكلمت معاها. يعني قصدي اقول ان كل واحد ناجح او اي لاعب ناجح ليه من اسرته 80-90% من نجاحه بيرجع لاسرته اللي وقفت جنبه، سواء اخوه سواء باباه سواء مامته، اكيد كل ده بيبقى في النهايه يعني في الاخر بتبقى يعني النجم بيتولد هنا. زي ما حضراتكم شايفين كمان الصوره دي، اللاعبين بتحتفل الصغار مع الكبار موجودين في نفس الملعب. يمكن انا السنه اللي فاتت حضرت المباراه دي او حضرت التتويج ده السنه اللي فاتت من ارض الملعب، فبشوف قد ايه الفرحه ما بين الاثنين. زي ما شايفين الاسر موجودين الصغيرين، وشايفين العدد الكبير اللي عند بنش الاهلي ده، ده الفريق الصغير والفريق الكبير، فالفرحه غير فرحه السوبر. السوبر بيبقى اللعيبه الفرقه الكبيره اللي بتحتفل، انما النهارده النادي الاهلي كله بيحتفل في كره السله كده.